بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو الشيوخ، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. يشرفني أنا فيصل بن حريز مذيع الأخبار الدولية في قناة سكاي نيوز عربية أن أكون جزءا من هذا المجلس العامر وسط هذا الجمع الكريم، وأن أقدم ضيفة اليوم معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، وأن أدير معها هذا الحوار. نجتمع اليوم في مجلس محمد بن زايد الذي أصبح ككتاب ننهل منه كل عام العلم، ونقرأ بين صفحاته ما جاد به العلماء والمفكرين وما سطره الأدباء، ونقترب أيضا من ملامح تاريخ مضى لاستشراف مستقبل أفضل. اليوم نقترب في هذه المحاضرة من جذور العطاء التي أصبحت من أبرز ملامح فكر أبناء الإمارات قيادة وشعبا، والتي نشرت عبقا في أرجاء العالم شرقه وغربه، شماله وجنوبه، وذلك أن أريج الإمارات لم يدع دولة أو شعبا إلا وصله شيء من خيرها، ليس لأنها تبغي رصيدا دوليا وحسابات ذاتية ضيقة، بل لأنها تدرك منذ تأسيسها أن الخير يجلب دائما الخير، وأن العطاء لا يبلغ مداه حتى يكون ثقافة بين الأجيال، وحتى يصبح سجية بين الشعوب تندفع إليه عند الملمات وتبادر نحو المحتاج بكونه إنسانا وإنسانا فقط. كلما تحدثنا عن العطاء يتبادر إلى الأذهان اسم زايد، والأجمل أننا نتحدث عن تاريخ طويل من العطاء في يوم زايد للعمل الإنساني، فما بدأه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان الانهيان طيب الله ثراه جعل الإمارات اليوم تحتل المرتبة الأولى عالميا كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية، وهو ما سنقترب منه مع معالي الشيخة لبنى القاسمي، وهي أول وزيرة إماراتية عينت كوزيرة الاقتصاد والتخطيط عام 2004، ثم أعيد تعيينها كوزيرة لوزارة جديدة وهي وزارة التجارة الخارجية عام 2008. وفي عام 2013 تم تعيين معاليها في منصب وزيرة التنمية والتعاون الدولي، وترأس معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، لذا كانت أفضل من بإمكانه تقريبنا من جسور المساعدات الإنسانية الإماراتية، وكيف استطاعت الإمارات أن تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا المسار الإنساني. ولكن قبل أن نبدأ المحاضرة أود تذكير الحضور الكريم لطرح الأسئلة، يرجى كتابتها على البطاقات الموجودة أمامكم. أجدد الترحيب بمعالي الشيخة لبنى القاسمي لنقترب معها من مسار هذا العطاء، لك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو الشيوخ، أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية المحاضرة، والتي كان لي بالغ الشرف أن تكون بفضل الله تعالى في مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث بات مجلس سموه منصة ثقافية وعلمية تلتقي وتتسنن بثمارها المباركة جهودنا جميعا تجاه الارتقاء برؤية قيادتنا الرشيدة، لكي تكون دوما دولة الإمارات منارا للعلم والثقافة في منطقتنا والعالم أجمع. وربما يحدوني لكي أوجه بالغ الشكر والتقدير والامتنان لسموه لرعايته الدائمة لمسيرة العلم والثقافة، كما أنني أيضا أنتهز تلك الفرصة والمناسبة الرائعة لشهر رمضان لكي أتوجه بخالص التهنئة وموفور الصحة والخير لقيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله، ونائبه وإخوانه الحكام رعاهم الله، سائلين المولى أن يجعله لنا ولكم جميعا ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عتقا من النار وخير ونماء. وحين أستهل
معكم حديث اليوم والذي سأستعرض تطورات قطاع المساعدات الخارجية الإماراتية والمكانة المرموقة والدور الريادي لدولة الإمارات على صعيد التنمية الدولية والاستجابة الإنسانية للمتأثرين من الأزمات والكوارث الإنسانية في شتى بقاع العالم. فإننا لابد أن نستذكر جميعا بروح الإجلال والامتنان والدعاء بالرحمة والثواب لصانع مسيرة العطاء لدولة الإمارات، باعث روح التلاحم الإنساني في عالمنا المعاصر. من غرز شجرة العطاء لدولتنا فكان أن رأى العالم أجمع حصاد تلك الشجرة المباركة، وأن بلغت ثمارها اليانعة لكافة مناطق العالم دعما للدول وبناء لقدرات الشعوب ومساندة واستجابة للمعاصر محتاجين من الأزمات الإنسانية. وهو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مؤسس دولتنا على قيم التراحم والعطف، وكل شيوخ الإمارات المؤسسون رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. ويشرفني أن نتحدث عن تاريخ الدولة في العطاء في يوم زايد للعمل الإنساني. سأبدأ حديث اليوم في تسلسل معين. إذا نظرنا إلى تطورات المساعدات الخارجية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فمهم جدا أن ننظر إليه ليس فقط كبديهة وبأنه فقط كسخاء ويكون لدينا منظورا تقليديا، ولكن مهم جدا أن ننظر إليه لأي كما تنظر الدولة لأي نظام أو قطاع موجود في الدولة من حيث التأسيس وأيضا من ناحية التحليل، ومن ثم النظر في هذا التخصص ومعانيه من منطلق ما فاد به الدولة وكيف أن نمشي في طريقنا إلى المستقبل. ستكون المحاضرة في البداية عن تاريخ الدولة في المرحلة التأسيسية، ومن ثم إلى مرحلة التوسع ومرور المجتمع المدني على الازدهار في تلك الفترة، ومن ثم مرحلة التخصص والبدايات التي وضعت الدولة على خارطة العالم من ناحية الميزة والتميز، ومن ثم مرحلة القيادة والمرحلة المستقبلية، ما هو مطلوب منا في المستقبل، وما هي النظرة والموسوعة الاستراتيجية والنظرة المؤسسية لهذا القطاع بالذات الذي يصب ليس فقط في صالح الدولة داخل الدولة ولكن على محافل الدول من حيث التأثير في العالم. المرحلة التأسيسية. إن العون والمساعدات الخارجية هي إحدى الركائز الأساسية لسياستنا الخارجية، لأننا نؤمن بأنه لا توجد أي فائدة حقيقية بالنسبة إلينا من الثروة التي لدينا إلا إذا وصلت إلى أيدي المحتاجين أينما كانوا بغض النظر عن جنسياتهم ومعتقاتهم. المغفور له الشيخ زايد قال كلمة المأثورة هذه في بداية تأسيس الدولة، وهذه لها مغزى تاريخي في قطاع التسلسل التاريخي بالنسبة للمساعدات الخارجية. فبالرغم أن احنا كنا في بداية الدولة وحاجة الدولة للاحتياجات التنموية، إلا أنه كان هناك التزاما تاريخيا، هذا الالتزام هو بمساعدة الدول الأخرى وتسخير جزء من ثروة الدولة نفسها لمساعدة الآخرين. وقد تم ذلك بإنشاء صندوق أبو ظبي للتنمية بشهور قبل تأسيس الدولة. هذا في حد ذاته هو إشارة قوية من دولة الإمارات ومن مؤسسها إلى أهمية القصوى الذي كانت تضعها الدولة وقائدها على المساعدات الخارجية بالنسبة لدولة الإمارات ومساعدة الفقراء في أنحاء العالم. هذه بعض المشاريع التي تبين أساسيات صندوق أبو ظبي. على سبيل المثال بعض الصور هنا تمثل قرى أو مدن، مدينة زايد في باكستان في فلسطين، أذربيجان كطريق، وأيضا تونس في مشاريع زراعية، ولكن ما يهمني أن أتحدث عنه هو مشروع ميناء طنجة والذي يتبين في الشريحة في الجزء الأيمن. هذا المشروع له ميزة، هذا المشروع قد انتهى من تقريبا من 4 شهور، قام بتوظيف هذا الميناء، ميناء طنجة في المغرب، بتوظيف تقريبا 3000 شخص، ولكن بحكم المنطقة واتساع الفرص العمل اللي كانت موجودة كان هنالك تقريبا 55,000 من المستفيدين من وجود هذا الميناء، وهو مميز بالنسبة لأفريقيا بحكم وضع الاستراتيجي. طبعا إذا حسبنا عدد العوائل المستفيدة من هذا بهذه الأعداد، نحن
نحن نتحدث عن ربع مليون شخص مستفيد بسبب هذا الميناء. هذه ميزة خاصة معروفة عن مشاريع التي تؤسسها أو تمولها صندوق أبو ظبي، يقدمها صندوق أبو ظبي للتنمية، من منطلق هو وجود الاستدامة، تدريب القدرات بالنسبة للدول نفسها، وتشغيل الناس، وبناء مستقبل طويل المدى في هذه المنطقة. ما هي مرحلة التوسع؟ عندما نتحدث عن تحقيق الإنجازات الموجودة في الدولة، الدولة مرت على مراحل كثيرة، منها الازدهار على مدى عقدين في السبعينات والثمانينات، وكان لتحقيق الهدف المشترك بالنسبة للدولة هو الأخذ على عاتقها أيضا مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأيضا في أي قطاع أو أي منظومة موجودة لها. ففي مرحلة التوسع بدأ لدينا طريق الانضمام وتأسيس الكثير من المؤسسات الخيرية، وعلى رأسها طبعا إنشاء هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهذا القرار في حد ذاته كان عبارة عن علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، أن وضعها على المحفل الدولي، وكان لها وجود خارجي جيد، يعني من 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 تواجد الهيئة نفسها، وأيضا التواصل العالمي مع كل المؤسسات المشابهة لي هيئة الهلال الأحمر. من ثم تبعتها مؤسسات مثل مؤسسة الشيخ زايد الخيرية، مؤسسة الشيخ خليفة، مؤسسة الشيخ محمد بن راشد، وهيئة آل مكتوم، وتطورت المسيرة هذه في حد ذاتها إلى أن وصلنا تقريبا في 2015 لعدد ليس بسيط، وهو 45 جهة مؤسسة لها منظومة من مؤسسات خيرية ومانحة، ولديها دور ليس فقط في داخل الدولة ولكن على أرجاء العالم كلها. في هذه الفترة أيضا هنالك ملاحظة لتاريخين في 2000 وتطرق إليه بعد قليل، وتاريخ في 2009 عندما تم تأسيس صندوق مكتب تنسيق المساعدات من قبل الدولة، ومن ثم تأسيس أو إنشاء وزارة التنمية والتعاون الدولي. لنلقي نظرة تحليلية على المساعدات الخارجية من ناحية أرقام، ونتحدث فيها في هذه الفترة بالذات، لأن منذ تأسيس مكتب تنسيق المساعدات كان أول مهمة على عاتقه هو تنسيق الجهود الموجودة بين المؤسسات الخيرية في داخل الدولة وبين الحكومة، والتركيز على توثيق هذه المعلومات في المحافل الدولية. فتم تأسيس مكتب المساعدات هذا، واليوم يشرفنا أن الفكر نفسه في تأسيس هذا المكتب هو سمو الشيخ حمدان بن زايد، والاهتمام التي صبت عليه الدولة من ناحية المسؤولية الموجودة في مكتب تنسيق المساعدات. في هذه المعلومات اللي موجودة لدينا نحسب 5 سنوات تقريبا، لأن هذه يمكن أصح معلومات موجودة ودقيقة. بدأت بمهام مكتب تنسيق المساعدات، نتحدث اليوم عن مجموع كلي ل 42 أكثر من 42 مليار درهم، تتوزع ما بين منح وقروض، تقريبا 77% منها هي منح. هذه الأرقام زادت على مدى الزمن، يمكن تبلغ أعلى وقت فيها هي في سنة 2013. إذا نظرنا للمساعدات الخارجية في هذه الفترة أيضا، نريد أن نؤكد على توزيع المساعدات هذه وأين تركزت. معظم المساعدات الخارجية تركزت في قارتين، هما قارة آسيا وأفريقيا، بحكم أولا ما نعتبره الدول المجاورة بالنسبة لنا، وأيضا ارتباط المصير في كثير من هذه الدول، ولكن أيضا سنتطرق فيما بعد على بعض الدول هذه ما نسميها بدول محور التركيز. طبعا هذه المشاريع هي تقسمت بين مشاريع تنموية وإنسانية وخيرية. المشاريع التنموية أخذت تقريبا 90%، وعندما ننظر إلى منظمة الأمم المتحدة دائما تسعى في توجيهاتها أو في مخططات الدول المتقدمة أن يكون التركيز الأكثر على المشاريع التنموية لما لها من استدامة بالنسبة للدول نفسها وارتفاع هذه الدول وانتشالها من خط الفقر. هذه بعض المشاريع الموجودة من المدارس ومن الشوارع في مصر وفي باكستان، ودلالة على هذه بعض المشاريع التنموية.
أهم دول بالنسبة لنا التي تلقت مساعدات في هذه الفترة بالذات أيضا هي مصر، تليها الأردن وفلسطين وباكستان. هذه الدول نسميها نحن بدول محور التركيز. الدول هذه هي تدخل ضمن منظومة أو تخطيط من القيادات الرشيدة في الدولة بالتركيز على دول معينة في فترات معينة، وإلها مخططات معينة، وسأتطرق إلى بعض البرامج هذه وأهميتها في الشرائح الأخرى. هذه هي ثمار المجهود هذا كله. عندما نرى على هذه الخارطة بوصولنا إلى 2013، فقد وصلت مساعداتنا لكثير من الدول في العالم على ما تبينها هذه الخريطة، وغطت تقريبا أكثر من 170 دولة. ما هي مرحلة التخصص ولماذا نسميها مرحلة التخصص؟ ننظر اليوم إلى مؤسساتنا الخيرية والمجهود الموجود عليها، بالإضافة إلى الهيئات والمجتمع المدني وأيضا مؤسساتنا الحكومية. في هذه المراحل في خلال العقدين السابقين وجدنا أن هنالك تقارب أكثر ما بين مؤسساتنا في التواصل مع المجتمعات النامية هذه والدول النامية، في فهم أعمق عن مشاكلها الموجودة والحلول التي يمكن أن توصل لهذه الدول ويكون لديها استمرارية. من هذا المنطلق تواجدت هنالك مبادرات مميزة. هذه المبادرات صراحة وضعت دولة الإمارات في وضع الريادة في العالم كله وفي الاستباقية أيضا، وسأتحدث يمكن عن ثلاث من هذه المبادرات كأمثلة مما وضعنا في وضع يعني في مكانة مختلفة تماما عما كنا عليه سابقا. على سبيل المثال، المثال الأول الذي سأتحدث عنه هو القضاء على مرض شلل الأطفال، وهذه وصل الإمارات، دولة الإمارات، إلى سمعة غير عادية من الاهتمام الموجود في مكافحة شلل الأطفال. موضوع مكافحة شلل الأطفال في قد قدمت إليه محاضرة متكاملة تقريبا في الأسبوع الماضي يوم الأثنين. في مكافحة الأمراض هذه طبعا في هدف معين، أول شيء التركيز على الأطفال. الأطفال هم مستقبل كل الدول، واليوم إذا لم نهتم بالتعليم ولا بالصحة والتغذية نحن لا نقدم أي مستقبل لهذه الدول النامية التي تحتاج إلينا. فهذه الأرقام تعكس التمويل الذي قامت فيه دولة الإمارات والمبادرة في حد ذاتها للوصول لمناطق كثيرة في موضوع مكافحة الأمراض المعدية وأيضا الأمراض الخاصة بالأطفال. ويعني أريد أن أبين واحدة من الأمثلة التي أتحدث عنها هي باكستان، حيث أن التركيز في التطعيم المبادرة هذه اللي قامت فيها دولة الإمارات قد خفضت بنسبة 71% من نسبة شلل الأطفال في باكستان نفسها، ووصلت إلى 17 مليون طفل ووصلت إلى 53 منطقة. الطاقة المتجددة وهي يمكن من المبادرات الجديدة والنوعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهنالك أمثلة كثيرة نراها في الصور في موضوع الوصول من مختلف أنواع من الطاقة المتجددة. تبنت دولة الإمارات مبادرة استباقية داعمة للطاقة المستدامة من مرور 9 سنوات على وجود شركة مصدر، وشركة مصدر تعتبر المنفذ الرئيسي لكثير من هذه المشاريع عن طريق شراكة أو تعاون ما بين صندوق أبوظبي للتنمية والذي يقوم بتمويل هذه المشاريع، وتقوم شركة مصدر بتنفيذها. أتاحت الشراكة هذه في حد ذاتها توصيل الطاقة الشمسية هذه إلى عدة دول، أذكر منها الطاقة الشمسية في موريتانيا، والذي وصل الكهرباء إلى تقريبا 10,000 بيت، وكان أيضا يعتبر جزء من الجريد أو المخطط الطاقة اللي موجود في شبكة الطاقة في موريتانيا، توصل الطاقة تقريبا 40%. فهذا مشروع ضخم وله تأثير قوي بالنسبة للمشروع نفسه في أفريقيا، ويعتبر يمكن أكبر مشروع طاقة في أفريقيا اليوم.
الموضوع الثاني أيضا في الطاقة المتجددة تحدث عن موضوع صندوق الشراكة مع دول المحيط لهذه. هذا أيضا مثال من الشراكة المبتكرة بغرض التنمية، قامت بقيادته أو المبادرة وزارة الخارجية، وقام بدعم الصندوق هذا تمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وقامت شركة مصدر بالتنفيذ هذا المشروع. طبعا هذا المشروع مر على عدة مراحل، ولكن أهمية الجزء هذا بالرغم من بعدها عنا إلى أنها دول تعتبر ضعيفة أو vulnerable من ناحية الوقوف على رجلها بسبب الكوارث اللي موجودة بالنسبة لها وبعدها عن مناطق كثيرة لأنها تعتبر جزر نائية. فهذا المشروع وصل يعني بالنسبة للدول هذه يعني وضعها على موقف مهم جدا في تنميتها في المستقبل. حماية البيئة والتنوع البيولوجي، هذا المشروع هي مبادرة من صندوق محمد بن زايد يهتم بحماية البيئة والتنويع البيولوجي، وفي هذه هنالك أمثلة كثيرة وقوية. قام صندوق هيئة أبوظبي للبيئة بالاهتمام في هذا القطاع بالذات، وفي تقريبا 2014 صرف ما يقارب 25 مليون درهم فقط على المشاريع هذه. في كثير من الأحيان نحن دائما نفتكر أن المساعدات وتوثيقها تعتمد فقط على مساعدة الإنسان، هذه المساعدات تدخل في حماية مصائد الأسماك، في حماية الطيور المهاجرة، في إعادة الهجرة بالنسبة لكثير من الحيوانات والطيور، فبالتالي لها تأثير مباشر أيضا على حياة الإنسان في بعض المناطق النائية. هذا مشروع حيوي جدا، وأيضا وضع مكانة متميزة لدولة الإمارات. ما نتحدث عنه اليوم هو مبادرات أوجدتنا على محافل دولية، وضعتنا في مكان تسلط عليه الأضواء من دول متقدمة تنظر إلينا للاستشارة وتصل إلينا إلى موضوع السؤال وموضوع الشراكة. أيضا سابقا كنا دائما نرد على طلب المساعدات في الشراكة هذه حتى من الدول المتقدمة، ولكن اليوم نرى أن هناك اختلاف من دول الدول المتقدمة بالوصول إلينا والسؤال والاستشارة في موضوع القطاعات المختلفة. طبعا أيضا الموضوع هذا الخاص بحماية البيئة له هدف من الأهداف الاستدامة أيضا بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة. هناك مشاريع أخرى متخصصة أيضا بالنسبة لدولة الإمارات، منها على سبيل المثال في التعليم لدينا دبي كيرز، أيضا لدينا مدينة الخدمات الإنسانية في دبي، والتي تعتبر اليوم من أكبر المناطق التي توصل المساعدات في المنطقة المجاورة بالنسبة لنا، وتعتمد عليها كثير من المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية. مرحلة القيادة، طبعا نحن نتكلم اليوم عن ما يمكن أن نقدمه في خطانا مستقبلا. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قال: سوف تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة في مواصلة نهجها الحضاري المميز في التعامل مع العالم الخارجي وفي دعوتها المستمرة من أجل إحقاق المحبة والتآلف والتعاون بين مختلف الشعوب شعوب الأرض وتمكين البشرية كل البشرية من العيش في سلام ورخاء وازدهار. طبعا هذه لها معاني قوية بالنسبة لنا، أن الدولة اليوم بمرور على كل المراحل التي تحدثت عنها سابقا وضعتنا في مكانة غير عادية، وهذه المكانة بحكم أن تم توثيق المعلومات وضخ المساعدات إلى دول ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا، وضع دولة الإمارات مع الدول المانحة عالميا في المركز الأول في سنة 2013 ومن ثم في 2014، وحاليا نقوم احنا بتقديم التقارير الخاصة ب 2014 إلى المنظمة لرصد الأرقام الخاصة بالدولة، ولكن أيضا لدينا ثقة كبيرة أن في 2014 أيضا ما زالت دولة الإمارات تتصدر. طبعا هذا لم يتم تحقيقه
من قبل في خلال 50 سنة. كانت فرنسا تقريبا وصلت إلى رقم 1.36 1.35 في يمكن في الستينات، في أول الستينات 1962 1963، فهذه تعتبر سابقة. ولكن ما أريد أن أؤكد عليه موضوع آخر في هذا، أن في الأمم المتحدة تحدثت الأمم المتحدة عن 0.7% من ناحية الالتزام الدولي، كان هذا الهدف اللي مطلوب منه. إحنا بالنسبة لنا تعدينا هذا الرقم ووصلنا تقريبا بفارق بينه وبين الدول الأخرى بموضوع أن وصلنا إلى 1.34 بالنسبة لدولة الإمارات. هذا هذه الشريحة تبين منذ أن بدأنا بتوثيق المساعدات لدولة الإمارات وتحركها من 2010 تقريبا كنا في المركز 23 ومن ثم مركز 20 إلى 19، وبعدين من 2012 قفزنا من 19 إلى رقم 1. نتحدث احنا عن الدول المتقدمة مثل السويد، لوكسمبورغ، نتكلم على بلجيكا، نتكلم على المملكة المتحدة، فهذه في حد ذاتها كانت مفاجأة بالنسبة للعالم. احنا بالنسبة لنا لم تكن مفاجأة، إذا تذكرنا القول المأثور لحياة الشيخ زايد الله يرحمه في البداية، إن قال يعني الرقم هذا احنا نتحدث عن نسبة 0.7% من دخل الدولة بالنسبة لثرائها. الموضوع هذا ليس بجديد بالنسبة لنا، لأن مؤسس الدولة قال لنا هذا الكلام، فيمكن اليوم احنا ننظر إلى معيار معين، ولكن في حقيقة الأمر كان منذ تأسيس الدولة هذه العبارة الأولى التي مشت عليها دولة الإمارات في موضوع المساعدات. ماذا يعني هذا الرقم بالنسبة لنا؟ طبعا لدينا كل الافتخار وكل الفخر وكل السعادة أن نصب إلى هذه المركز وأن نتواجد عليه، ولكن هذا في حد ذاته مسؤولية. التواجد على هذا الرقم والتواصل والاستمرارية عليه يحط على أكتافنا مسؤولية كبرى. هذه المسؤولية تركز على أبعاد مختلفة. قامت وزارة التنمية والتعاون الدولي طبعا في جزء من عملنا احنا، غير التوثيق والتنسيق ما بين المؤسسات، هو وضع تصور للسياسة والاستراتيجية الخاصة بالدولة للخارطة المستقبلية بالنسبة لدولة الإمارات. فمن هذه الناحية ركزنا طبعا في هذه الدراسة اللي نقوم فيها وستقدم لحكومة دولة الإمارات، ركزنا في الدراسة هذه والبحث الحالي اللي موجود في بالنسبة للدراسة هذه بالتواصل مع المجتمع المدني وجميع المؤسسات الحكومية الموجودة وصاحبة الشأن حتى المنظمات الدولية لحصر أهداف المساعدات الخارجية بالنسبة للإمارات. فما هي أهدافنا؟ ما هي الأهداف التي لا يجب علينا أن نركز عليها؟ أولا تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. لن يكون هناك أمن ولا استقرار ولا سلام إذا لم تكن هنالك مساعدات موجهة لهذه الدول للوصول إليها من ناحية الاستفادة ووقف هذه الدول على ساقيها. لما نتحدث عن تعزيز الأمن والسلام يحضرني يمكن تقريبا 3 دول، واحدة منها باكستان، إن باكستان كانت تتعرض كثيرا إلى زلازل ولا فيضانات، قامت الدولة بمساعدات كثيرة في اتجاه باكستان، ولكن أيضا وضعت خطة إعادة إعمار باكستان. في هذه الخطة في منطقة على سبيل المثال مثل منطقة سوات أقيم جسور، هناك جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة. هذه الجسور قامت بتوصيل أعداد مهولة من القرى النائية التي كانت تتأثر كثيرا بهذه الفيضانات. بوجود هذه الجسور اللي موجودة تم هناك ترابط مع المدن المهمة في منطقة سوات، وكان هنالك تواصل كثير. هذا الموضوع أيضا أعطى نوع من النمو بالنسبة للمنطقة، ساعد على استقرار هذه القرى النائية. إذا تحدثنا عن تعزيز مكانة الدولة عالميا، نتحدث اليوم عن دولة الإمارات في مكانتها من ناحية القيادة وأيضا الشراكة مع الدول المتقدمة. دولة الإمارات اليوم دولة ينصت لرأيها وليس دولة تسأل فقط،
اليوم نحن في محافل الدول العالمية مرجعية لكثير من الدول في المشاركة، وأنا أحضر كثير من الاجتماعات بالإضافة إلى معالي الأخ سلطان الجابر، وهنالك دائما مشاورات بالنسبة لنا تسعى لنا كثير من الدول المتقدمة في كثير من المشاريع التي نقوم بها ويأخذون بالرأي فيها. هذا مهم بالنسبة لنا إحنا، لأن اليوم معناته أن لنا دور مؤثر على المحافل الدولية. النقطة الثانية أن نتحدث اليوم ما بعد الأهداف التنمية الألفية 2015 بنهاية 2015 وننتقل إلى أهداف التنمية والاستدامة. في هذه الفترة تتواجد دول كلها على تفكير واحد، كيف نتحرك مستقبلا لمساعدة الشعوب كلها من ناحية الفقر ومن ناحية التنمية وغيرها. في هذا الموضوع لدينا أيضا دور ومبادرات وريادة قوية جدا مع منظمة المتحدة، مع كثير من الدول، ونرسخ كثير من الأفكار الموجودة بحكم التجربة المميزة التي تتواجد ما بين مؤسساتنا في دولة الإمارات. تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشريكة، هذه الدول بالنسبة لنا ندخل فيها ما نسميها بحكم البايلاترال، وأيضا بنسبة بأيضا موضوع الترايلاترال، كثير من المشاريع ندخل فيها مع مجموعة من الدول. تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول النامية، عندما تتوجه لدينا دولة في حاجة إلى مشروع يهمنا جدا موضوع فهم المشروع وماهيته، وأيضا تعزيز التنمية بحيث أن هذا الموضوع لا ينتهي بنهاية المشروع، ولكن هنالك نوع من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد الدولة في استمرارية نموها. أيضا تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول النامية، هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لنا، وهو الموضوع الذي يركز على الشراكة مع القطاع الخاص. فالقطاع الخاص بالنسبة لنا هو قطاع مهم جدا، ولديه مبادرات كثيرة في وجوده في الخارج، وسنتحدث أيضا فيما بعد عن ماهية نوعية الشراكة هذه ما بين الحكومة والقطاع الخاص. كيف نترجم هذه الأهداف؟ نتحدث اليوم عن الأهداف الخاصة بدولة الإمارات، نقوم بترجمة هذه الأهداف بالاتفاق عليها إلى مكون للبرنامج الإنمائي الإماراتي. هذا البرنامج يقوم على برامج مختلفة تنموية لدول نسميها بدول محور التركيز، ليس المقصود فيها سنة أو سنتين، ولكن هي مشاريع تنموية تأخذ 5 سنوات أو 7 سنوات. مهم بالنسبة لنا إحنا هو اهتمام الدولة بامتلاك المشروع في داخل نفسها والإحساس بالمسؤولية، وأيضا المتابعة المستمرة من ناحية نحن والرقابة لنرى جدوى هذه المشاريع. لابد أن يكون المشاريع هذه ذات فعالية في نهاية الأمر، ليس مشروع ينتهي أمره، ولكن لابد أن نقيس عدد التوظيف، عدد المستفيدين بالنسبة لها، كيف رفعهم وانتشلهم من خط الفقر على سبيل المثال. هنالك كثير من البرامج والمبادرات العالمية الموجودة، تحدثنا عن المبادرات التي أخذت فيها دولة الإمارات الريادة، ولكن هنالك مبادرات كثيرة ممكن أن يكون لنا دور حيوي ودور قيادي رئيسي فيها. المساعدات الإنسانية أيضا ستكون ضمن هذا البرنامج، وبرنامج إشراك القطاع الخاص. كيف يمكن أن نوجه القطاع الخاص في هذه المشاريع كلها طبعا والأهداف اللي نتكلم عنها؟ أولا خليني أتحدث عن أهداف التنمية المستدامة وهي ما بعد 2015. هنالك 17 هدف موجود. هذه الأهداف تتحدث عنها الأمم المتحدة عن طريق شراكة ما بين دول العالم كلها، اللي وضعت الأهداف هذه، وضعت لها أيضا خطة أو خارطة للوصول إلى أو تحقيق الأهداف منها. ركزت دولة الإمارات على 4 من منطلق أن إحنا دولة الإمارات لدينا خبرة شاسعة في هذه الأهداف بالذات، وأيضا لدينا عمق أكبر في التواصل مع الدول الأخرى في المساعدات هذه. على سبيل المثال نتحدث عن الأمن الغذائي ووصول الأغذية والموضوع الأمن في حد ذاته بمشاريع زراعية ذات استدامة، هذا مهم بالنسبة لنا. الموضوع الثاني هو حماية المرأة والفتاة، وأيضا الوصول إلى تعزيز المساواة بالنسبة لدور المرأة والفتاة في العالم، يعني وضع المشاريع التنموية التي تساعد على رفع مستوى المرأة في العالم كله، من منطلق أيضا إحنا كدولة لدينا ريادة في هذا الموضوع وأمثلة حية أيضا.
بالنسبة لموضوع البنية التحتية، صندوق أبو ظبي للتنمية لديه باع طويل في الخبرات الموجودة بالنسبة لي لهذه البنية. مهم بالنسبة لنا إحنا نقطتين، أول شيء هي موضوع الابتكار، والنقطة الثانية الاستدامة الجرين بيلدينج. فلدينا خبرة يعني كبيرة في هذا المجال، ونستطيع أن نساعد الدول الأخرى فيها. الموضوع الأخير هو موضوع الانرجي فور أول. هذا الموضوع أيضا دولة الإمارات في الأهداف التنمية، في أهداف التنمية المستدامة لها دور ريادي في الأمم المتحدة، والوصول طبعا بين الأمثلة اللي أعطيناها لشركة مصدر وللطاقة المجددة، نؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات من حيث أن احنا نستطيع أن نساعد كثير من الدول للوصول إلى مراحل متقدمة عن طريق تعزيز دور الطاقة ووصولها لهذه الدول لرفع من مستواها. ما دور القطاع الخاص؟ دور القطاع الخاص، احنا طبعا نعرف موضوع مشاريع المسؤولية الاجتماعية المؤسسية اللي هو Social Responsibility. هذا الموضوع هو موضوع قصير المدى وليس طويل. ما نريد ليس المساعدات المشروطة، بمعنى ان احنا نفرض على الدول المحتاجة او النامية ان لابد ان تستخدم شركاتنا لسبب. اول شيء الدولة هذه تريد ان تستفيد منها مؤسسات وشركات في داخلها، لان التنمية في حد ذاتها ليس فقط بتسليم الموضوع أو المشروع، ولكن أيضا لإحياء التنمية الاقتصادية وتوسعها في الدولة. ولكن ننظر إلى المنظومة المشتركة المتكاملة، بمعنى إذا كانت هناك شركة خاصة في دولة الإمارات توجهت لبناء ميناء في منطقة معينة، وكان هنالك شوارع ومناطق مجاورة التي توصل الميناء هذه، لابد من انسدهار المنطقة عن طريق توسيع رصف الشوارع هذه وتأسيسها. طبعا هذه المشاريع ممكن أن تحول إلى مشاريع تنموية من قبل الدولة تقوم فيها لتعزيز دور الريادي للشركة هذه عن طريق تسهيل المناطق المجاورة بالنسبة لها. هذه بعض المشاريع التي نراها من ناحية المساعدات الدولية بالنسبة لنا. سأتوقف الآن لعرض فيلم وثائقي قصير ذات مغزى. هذا الفيلم يمكن يعتبر فيلم بسيط، والفيلم هذا وصل البارحة تقريبا مع منظمة الوكالة الإغاثية اللي هي الIRC ودور الإمارات في موضوع توصيل تمويل هذا المشروع بالذات. We're now in Sabha, which is an informal tented settlement in Mafraq. It's about 60 kilometers east of Mafraq town. In this settlement, there's about 175 families, and they are from northeast. There's a lot of chronic diseases. We've just been seeing a case of a pregnant woman with hypertension. Diabetes is quite common. And then we're dealing with reproductive health issues, some sexually transmitted infections, pregnancies, childhood diseases, infections, and the common colds and flu. So we come and we treat them. The pharmacist provides the medications. And we spent around 2 days here to make sure that we're able to see. احنا في الله يجزيهم خير اجوا متطوعين لعنا، اجا خبرونا قال مين عندكم مرضى؟ قلنا انه في عنا هزار وفي عنا ونحن هيك، قال احنا بهاليومين جايين عندكم، ونحن فكرنا انه بس هيك بده يجي مر الطريق بس، فعلا ولا بهاليومين صدقوا بحديثا واجوا طلعوا هيك وعم يداوموا مضبوط يعني كثر الله خير وقاموا باعمالهم المضبوطه يعني واعطونا دواء. نمسك
نواجه هذا الموبايل كلينك أو العيادة المتنقلة، كنا نواجه مشكلة في اختيار الأماكن المناسبة للعيادات. ليه؟ لأن أغلب مناطق الخدمة تبعتنا هي مناطق العشوائية، فالمخيمات كنا نضطر نعملها في الخيم، والعادة في المخيمات تكون الظروف صعبة جدا، فكنا أحيانا نضطر نعمل خيمة يجمع فيها أكثر من 50 مريض، تقدرش تحكي لأصحاب البيت كمان يطلعوا. فكنت أنا والقابلة والممرضة وخمسين أو 55 مريض موجودين بنفس المكان، ظروف غير لائقة تماما. بعد ما أجى الباص أو الترك أو تبع العيادة المتنقلة، صارت الخدمة أسهل ووصلنا لمناطق أحسن، وأهم شيء الحيز المكاني موجود والمعدات الموجودة بقدر الإمكان عم بتساعدنا أن نوصل خدمة أحسن للمرضى. كان هدف أن نحط هذا الفيلم اليوم. إحنا نتكلم على المساعدات بالنسبة لدولة الإمارات والاستجابة، واحدة من الاستجابة اللي تكلمنا عنها هي الاستجابة اللازمة بالنسبة لسوريا وبالنسبة للاجئين. طبعا دولة الإمارات لها بداية قوية جدا في وجود المخيمات في الأردن وأيضا في كردستان وأيضا المساعدات الموجودة في لبنان. وصلنا تقريبا في من ناحية التمويل يعني بالنسبة لهذا والدعم إلى 19 إلى تقريبا قريب من 2 مليار درهم، ولكن هل المغزى نتكلم احنا عن الكمية؟ هل نحن نتكلم فقط عن الأرقام بالكمية يعني كم عطينا وكم سوينا؟ هذا المشروع هو عبارة، وهذا لدور حيوي بالنسبة لعلاقتنا بالمنظمات الدولية. هذا المشروع تواجد لأن هنالك كثير من العوائل السورية اللي موجودة في شمال الأردن في مناطق نائية ليست هي قريبة من المستشفى الإماراتي، ليس هذيل العوائل اللاجئين غير موجودين في مخيمات، فالوصول لهم كان صعب جدا. فكانت هذه الفكرة من وكالة الإغاثة، أن كان لديه فكرة عن وجود مستشفى متنقل، وكانت الفكرة أن احنا نحط 2 تراكس يعني، فوصل إلى تقريبا 18,000. كان ممكن الناس هذه تموت، كان ممكن توصل لأمراض، كان ممكن يعني مرأة تربي بس توفى إن واحد ما يقدر يعني يوصف الحالة هذه في حد ذاتها، والشعور اللي موجود بالنسبة ليهم باليأس في وجودهم هذا. احنا بالنسبة لينا ليس بالكم، احنا بالنسبة لينا المعنى، شو معنى المساعدات، شو معنى الوصول، شو معنى الرحمة، مهما كان حتى في أصغر المشاريع التي قمنا فيها اللي دور إنساني كبير وذات معنى كبير بالنسبة لدولة الإمارات. شكرا. شكرا لمعالي الشيخة لبنى القاسمي، تقريبنا من جسور الخير للإمارات، وبالفعل لا يمكن حصرها في دقائق، وطبعا جسور الإمارات والخير لا يمكن حصره خلال محاضرة بسيطة، لكنك يعني اختصرت الكثير من جسور الخير للإمارات. الآن ننتقل إلى الأسئلة، ويعني الكثير من الملاحظات والأسئلة التي قد دونها الحضور ستصلنا بعد قليل، لكن أبدأ معك من الخطوة الأولى. يعني تاريخ المساعدات الخارجية الإماراتية كما أشرت يعود إلى مرحلة ما قبل تأسيس الاتحاد، عندما قرر المغفور له بإذن الله الشيخ سايد طيب الله ثراه يعني في عام 1971، وكما أشرت قبل أشهر من إعلان قيام دولة الإمارات. ما انعكاس البدء بمرحلة المساعدات الخارجية منذ مرحلة بدء الاتحاد على اسم الإمارات، وأيضا تعاطيها مع محيطها الإقليمي وأيضا الدولي؟ هذا القرار في حد ذاته مثل ما تحدثت سابقا هو عبارة عن إشارة قوية للمجتمع الدولي من الالتزام الدولة، بالرغم من أن هي كانت دولة فتية وفي بدايتها، بمعنى أن عادة الثروة تصرف على أبنائها أولا، ولكن هذا لم يمنع قائد المسيرة طيب الله ثراه من أن يفكر بالمحتاجين والفقراء، كانت دائما هذه سمته. ننظر لهذا الموضوع من جهتين، واحد أن إحنا هذا يعتبر جزء من الواعز الديني الموجود عندنا، ولكن هو أيضا سمة من تقاليد شعب الإمارات.
اليوم الموضوع هذا احنا يعني نعتبره جزء من الدي ان اي او جزء من جيناتنا، ان احنا دوله اسست على تقديم الخير في حد ذاته. هذا الصندوق كان دائما ينظر الى المشاريع التي لها دور فعال وتصل الى دول معينه، بحيث ان يكون التاثير عليها ليس فقط في ظرف سنه او سنتين، ولكن المشروع تحولي ينقل يعني المرحله في هذه الدولة النامية من مرحلة احتياج إلى مرحلة تستطيع أن استقلالية لديها النمو الاقتصادي والاجتماعي. نعم. في داخلها يعني ما يزيد عن 60 دولة في مختلف أرجاء العالم وصلها 300 مشروع. نعم. وتمويل أكثر من 300 مشروع. نعم بالفعل كما أشرتي، كيف يتم تحديد الأولويات في ظل يعني توجه الإمارات لعدد كبير من أوجه العطاء؟ كيف تحددون الأولويات وأيضا مسار العطاء؟ أولا طبعا كثير من الدول النامية في حد ذاتها تلجأ إلى دولة الإمارات مثل ما تلجأ إلى دول أخرى بمشاريع، وتطلب منها في هذه المشاريع من تمويل. فالصندوق أبوظبي للتنمية لديها آلية قوية جدا بوجود جهاز متكامل في تقييم هذه المشاريع وأثرها، وأيضا من ناحية تقييم هذه المشاريع فيما بعد. تصل هذه القرارات إلى مجلس الإدارة الخاص بصندوق أبوظبي للتنمية ويرأسها سمو الشيخ منصور بن زايد الله يحفظه، وأيضا الموضوع هذا تدخل فيه مؤسسات أو وزارات أخرى لديها أيضا جزء من القرار هذا في مجلس الإدارة. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الله يحفظه أيضا من وزارة الخارجية، لأن طبعا لابد من ربط بموضوع سياسة العلاقة هذه بالنسبة للدولة النامية. وأيضا حديثا منذ تأسيس وزارة التنمية والتعاون الدولي أنا أيضا تواجدت على في مجلس الإدارة. طبعا احنا نسميه صندوق، بس هو يعني موجود في العالم كله على هيئة بنك تنموي او بنك اقتصادي تنموي. وايضا الصندوق نفسه لديه ايضا مساعدات، ولكن تمويل آخر عن طريق دول مجلس التعاون في صناديق اخرى، يعني هو يعني يدور صندوقه وايضا جزء من صناديق اخرى. يعني مصر حظيت بالدعم الأكبر كما أشرت في هذه المحاضرة بين الدول، فقد اتخذت الإمارات يعني قرار جريء وحكيم وشمرت الإمارات عن ساعديها، بل أصبح هناك مكتب مشرف على تنسيق هذه المساعدات يدا بيد مع الجانب المصري. أهمية المساعدات في تعزيز السلام والأمن وهو أحد أبرز الأهداف للمساعدات الخارجية. طبعا احنا اذا تحدثنا عن مصر مرت في مراحل حرجة. بلغت مساعداتنا وحجم المساعدات بالنسبة لمصر 12 مليار دولار الى الان، مع ان حجم المشاريع المخطط لها قد تزيد. تنوعت المشاريع هذه في حد ذاتها من دعم لميزانيات وتوفير وقود، وهذا طبعا كان بديهي لان مصر كانت في وقت حرج، ولكن ايضا اثرت المساعدات في حد ذاتها ببناء 50,000 وحدة سكنية، 100,000 مدرسة، 78 مركز صحي، 25 صومعة للقمح، والتي تغطي تقريبا 10% من الأمن الغذائي الخاص بمصر. وهذا أدى إلى تشغيل تقريبا الوقت الحاضر عدد 900,000 وظيفة، وأيضا دعم لمشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، ووصل عدد المستفيدين من المشاريع الإماراتية كلها تقريبا 10 مليون شخص. طبعا احنا لما نتكلم عن هذا الموضوع، مصر بالنسبة لنا هو مصير واحد. نعم. وضع مصر السياسي، إذا فشلت مصر في وقتها كان ممكن أن الفشل هذا يؤثر علينا. فبالتالي دولة الإمارات أخذت بزمام الأمر والقيادة، وأيضا بجهود من دول مجلس التعاون كلها بالوقف أسميه له وقفة الإخوان، وقفة المصير بسبب وحدة المصير بالنسبة لنا في هذا الشيء. أريد أن أذكر أن في هذه السنة كان هنالك مؤتمر اللي هو مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، وحضره تقريبا 4,000 شخص. مصر استطاعت في هذا المؤتمر بسبب الموقف الخليجي وموقف دولة الإمارات والريادة اللي قامت فيها في البداية أنها وقفت مع مصر، أدى أن في هذا المؤتمر بلغت المشاريع التي قدمت لمصر في القمة هذه تقريبا بقيمة 175 مليار دولار.
في بدايه الموقف نفسه لابد من وقفه الاخوان. ومثل ما تحدثت ان تشمير السواعد ان الوقفه هذه في حد ذاتها كان لها تحول تاريخي. نعم. في هذه الفتره. السؤال الاخير عن الابتكار والاستدامه في المساعدات. نفذت الامارات العديد من المشروعات بواسطة شراكه كما اشرتي بين صندوق ابو ظبي للتنميه وشركه مصدر، اكبر محطه للطاقه الشمسيه في موريتانيا، ايضا مشروع اخر يخدم 24 قريه في افغانستان، وايضا الشراكه مع جزر في منطقه المحيط الهادي. الاستدامه واهميتها في فكره يعني مسار مساعدات مستدام في هذه المناطق. طبعا موقف الدول كلها في هذه الفتره تختلف، يعني اليوم دائما في نظره تقليديه للمساعدات، ننظر احنا للمساعدات ان احنا قدمنا غذاء، قدمنا صحه، قدمنا يعني مكافحة مثلا لمرض معين أو مثلا تغذية. المشاريع هي أن يكون لدينا تحدي في وصول بعض المشاريع إلى مناطق صعب الوصول إليها. على سبيل المثال يعني مثل المثال اللي احنا أعطيناه بالنسبة للطاقة الشمسية في موريتانيا، في بعض المناطق مناطق جبلية يعني في أفغانستان، في أيضا في النيبال، هذه المناطق إذا انتظرت هذه القرى البعيدة إلى أن يصل إليها تصل إليها الطاقة عن طريق الربط بشبكة الطاقة يمكن يأخذ سنوات، ولكن بوجود الاهتمام الأكبر، وطبعا بالنسبة لنا الفضل كبير يرجع لشركة مصدر أن هي جزء من عملها هو البحث الريسيرش في حد ذات الR&D يركز على حلول، هذه الحلول تقدم خدمات لكثير من الدول، وأيضا لوجود حلول يعني فيها ابتكار كثير. أيضا يحضرني الآن يعني كما تكلمت عنه الأخ سلطان موجود تكلم على جائزة الشيخ زايد في مؤتمر الطاقة اللي يقوم في كل سنة، كثير من الجائزة هذه تقوم بتشجيع كثير من الأفراد في العالم من الأطفال والأشخاص في كثير من دول هذه على تقديم مشاريع ابتكارية أيضا. هذا يعني هذه المبادرة في حد ذاتها تعتبر ميزة خاصة لدولة الإمارات، ولقت لها صدى كبير على المحافل الدولية من احترام الدول وتقديرها لدولة الإمارات. نعم. بترسيخ هذه الجائزة اللي أيضا فعلت الكثير من العقول في العالم للتفكير في الابتكار مساعدة في هذا الخط. شكرا لك، انتهى وقت هذا المحاضرة. كما أشرت لا يمكن حصر ما قدمته الإمارات في محاضرة واحدة. كل الشكر لمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وكل الشكر لأصحاب السمو الشيوخ على تشريفهم هذه المحاضرة، ونجدد الشكر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان على استضافة هذه المحاضرة المهمة التي أصبحت منارة ننهل منها كل عام. كلمة أخيرة وبشكل سريع معاليكي. الله يبارك فيك. إذا تسمحوا لي بس دعاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن، نسأل أن تغفر لزايد بن سلطان. اللهم اجعل كل ما قدمه وبذله الشيخ زايد والذي بلغ أقاصي الأرض وأدناه وبلغ الصغير والكبير الغني والفقير في ميزان حسناته وأرفع درجاته في جناتك. اللهم كما كان رحيما بالضعيف والمحتاج فارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما كان يجود من نعمك ويجزي من عطائك ويكرم كل عبادك فاكرمه وانعمه واجزه أفضل الجزاء فأنت أكرم المكرمين.